أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في كتاب تنقيه الأزهرية للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد نتناول الباب الأول من أبواب الكتاب. معظم ما تقدم من أول الكتاب إلى هذا الموضع يدخل في المقدمات النحوية. النحو له مقدمات وله أبواب رئيسة. المقدمات تتمثل في الكلام وما يتألف منه، وفي الإعراب والبناء، وفي النكرة والمعرفة. معظم ما سبق من أول الكتاب يتعلق بمعنى الكلام والكلمات وأقسام الكلمة وعلامات كل قسم، ثم ما يتعلق بالإعراب والبناء. أما هذا الباب المرفوعات من الأسماء فهو باب أساس. يقول رحمه الله: المرفوعات من الأسماء سبعة على سبيل الإجمال، على سبيل وعلى سبيل التفصيل تسعة. الأول الفاعل. هذا المرفوع الأول، أينما وجد الفاعل فهو مرفوع، إما لفظا وإما تقديرا وإما محلا. والثاني نائب الفاعل، أينما وجد نائب الفاعل فهو مرفوع لفظا أو تقديرا أو محلا. والثالث والرابع المبتدأ والخبر، مرفوعان أينما وجد إلا إذا دخل عليهما ناسخ من النواسخ، فيخرجان من باب المبتدأ والخبر إلى باب آخر. والخامس اسم كان وأخواتها. والسادس خبر إن وأخواتها. والسابع تابع المرفوع، وهو أربعة: نعت وتوكيد وعطف وبدل. هذه سبعة على الإجمال. وإذا أردنا التفصيل نقول: اسم كان وأخواتها، بعد اسم كان وأخواتها نقول: اسم حروف تعمل عمل ليس، هو مرفوع، اسم حروف تعمل عمل ليس، مثل ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم، ما زيد مجتهدا. اسم ما النافية مرفوع لأنها بمنزلة ليس. هكذا تكون المرفوعات ثمانية. ثم نأتي إلى إن وأخواتها، خبر إن وأخواتها. بعد هذا نذكر خبر لا الناتية للجنس، خبر لا الناتية للجنس، مثل لا طالب علم كسول، لا طالب علم كسول. هكذا تكون المرفوعات تسعة. قال: وقدمنا ذكر الفاعل على البقية، على بقية المرفوعات. لماذا؟ لأنه أصل المرفوعات. هناك بعض الخلاف بين العلماء، ما هو أصل المرفوعات؟ هل هو الفاعل أو هو المبتدأ؟ والمؤلف على القول بأن الفاعل هو الأصل، ثم يأتي بعده نائبه، نائب الفاعل، لأنه يخلفه، أي يقوم مقامه عند حذفه، عند حذف الفاعل. ثم المبتدأ وخبره. لماذا الفاعل هو الأصل والمبتدأ فرع؟ لأن المبتدأ لأن المبتدأ فاعل معنى. إذا تأملت معنى المبتدأ تجده فاعل. عندما أقول زيد مجتهد، زيد هو الذي قام بالاجتهاد، فهو فاعل في اللغة، فاعل في المعنى، إلا أنه يعرب مبتدأ.
إذا أردت أن تحول كل مبتدأ إلى فاعل فالأمر سهل. زيد مجتهد أقول اجتهد زيد أو يجتهد زيد، والمعنى متقارب، لأن المبتدأ فاعل معنى لكونه مسندا إليه والخبر مسند. ثم اسم كان وأخواتها لأنه مبتدأ في الأصل. ثم خبر إن وأخواتها لأنه خبر في الأصل. ثم التابع للمرفوع لأنه متأخر عن المتبوع. قاعدة وجيزة تتعلق بالتوابع، وإن كان موضع ذكرها عند التفصيل. وإذا اجتمعت التوابع في سياق واحد، التابع عبارة عن أربعة أشياء: النعت والتوكيد والعطف والبدل. طيب إذا اجتمعت هذه الأربعة في سياق واحد في جملة واحدة قدم النعت، النعت هو المقدم، ثم التوكيد، ثم البدل، ثم البيان يعني عطف البيان، ثم النسق يعني عطف النسق. أقول رأيت رجلا أو رأيت طلابا مجتهدين كلهم. رأيت طلابا مجتهدين كلهم. طلاب المؤسسة. يعني المجتهدين رأيت طلابا مفعول به مجتهدين نعت وهو المقدم، ثم بعده كله وهو التوكيد، ثم متفوقين على أنه اسم جامد مثلا فيكون عطف بيان، وأساتذتهم فيكون عطف نسق. هذه القاعدة إن شاء الله ستأتي بالتفصيل في باب التوابع. الآن يبدأ في التفصيل، تفصيل المرفوعات المذكورة. الأول من المرفوعات الفاعل. ما هو الفاعل؟ الفاعل في اللغة من أحدث الفعل. الفاعل في اللغة من أحدث الفعل. وأما في النحو فالفاعل مختلف. تعريف الفاعل في علم النحو هو الاسم الصريح، هو الاسم. نفهم من هذه العبارة أن الفاعل لابد أن يكون اسما، لابد أن يكون اسما، لا يكون فعلا ولا يكون حرفا إلا إذا أريد لفظهما. الصريح أو المؤول به. الفاعل إما أن يكون اسما صريحا وإما أن يكون مؤول بالصريح، يعني هو شيء آخر ليس اسما في لفظه لكن معناه معنى الاسم. مثل جاء زيد، زيد فاعل مرفوع وهو اسم صريح. أعجبني أن تفهم، أعجبني أن تفهم. أعجب فعل ماض والنون نون الوقاية والياء ضمير مبني على السكون في محل النصب مفعول به. طيب أن تفهم، أن حرف نصب، تفهم مضارع منصوب بأن. أن تفهم هذا مصدر مؤول في محل الرفع فاعل، مصدر مؤول في محل الرفع، إذن هو اسم مؤول بالصريح. تقدير الكلام أعجبني فهمك، أعجبني فهمك. الاسم الصريح أو المؤول به. المسند إليه فعل متعد أو لازم أو شبهه مقدم عليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه. الفاعل هو الاسم الصريح أو المؤول به، شرحنا هذا، صريح أو المؤول به. المسند إليه فعل يعني فاعل لفعل،
وهذا الفعل الذي أسند إلى الفاعل إما أن يكون متعديا وإما أن يكون لازما، مثل فهم زيد الدرس. زيد فاعل وفعله فهم وهو متعد، يعني يحتاج إلى المفعول به وهو مذكور الدرس. طيب اطمأن المؤمن، اطمأن المؤمن، المؤمن فاعل والفعل المسند إليه اطمأن وهو فعل لازم. المسند إليه فعل متعد أو لازم أو شبهه. شبهه، شبهه هذا الضمير في شبهه يعود على إيه؟ يعود على الفعل. الفاعل إما يسند إليه الفعل وإما أن يسند إليه ما يشبه الفعل. ما هو الذي يشبه الفعل؟ اسم الفاعل، اسم الفاعل. سافرت مع رجل حسن خلقه، أو جلست، أو جالست رجلا معلما أبوه. جالست رجلا معلما أبوه، رجلا مفعول به معلما نعت، وهو اسم الفاعل يعمل عمل فعله. أبوه فاعل مرفوع، فاعل لإيه؟ فاعل لمعلم، أسند إليه اسم الفاعل وهو يشبه الفعل في العمل. ومثله الصفة المشبهة في نحو قولك مررت برجل حسن وجهه أو حسن خلقه. حسن صفة مشبهة تعمل عمل الفعل، خلقه فاعل، فاعل لإيه؟ فاعل لحسن. كأني قلت مررت برجل يحسن خلقه. مقدم عليه. اهلا وسهلا، كيف حالكم سيدي؟ الله يرضى عنكم، تفضل لنا الشرف. الله يرضى عنكم. مقدم عليه يعني يشترط في ما اسند الى الفاعل ان يتقدم، لا يجوز للفعل ان يتاخر عن فاعله. فإذا تأخر الفعل عن فاعل يعني تقدم الفاعل على الفعل تغير الحكم. الكلام ليس خطأ لكن تغير الكلام، تحول من باب إلى باب آخر. عندما أقول نجح محمد، نجح فعل ومحمد فاعل. طيب عندما أقدم الفاعل وأقول محمد نجح، كلام صحيح ولكن تغير الإعراب. نجح محمد فعل وفاعل، لكن محمد النجاح مبتدأ وخبر، وهناك فرق دقيق في المعنى. نجح محمد كلام مرسل، يعني كلام غير مؤكد، مضمون الكلام الإخبار عن نجاح محمد، وهو كلام مرسل، لا يعني ربما يكون المخاطب خالي الذهن لا يحتاج إلى التوكيد، ليس مترددا ولا منكرا لما يلقى إليه. لكن عندما أقول محمد النجح هذا كلام على صيغة، على صورة من صور التوكيد. محمد النجح جملة واحدة في الظاهر لكنها بمنزلة جملتين، جملة في داخلها جملة، محمد مبتدأ. أين الخبر؟ نجح فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. هذه الجملة نجح هو في محل الرفع خبر المبتدأ. إذن محمد النجح بمنزلة نجح محمد، نجح محمد مرتين، مفهوم الكلام. إذن شرط الفاعل في الإعراب أن يتقدم عليه
عامله أن يتقدم عليه ما أسند إليه، هذا معنى قوله مقدم عليه. الله يرضاكم أكرمكم، الله يرضاكم سيدي. مقدم عليه هذا شرط، مفهوم الكلام؟ ثم قال على جهة قيامه به أو وقوعه منه، هذا تقسيم للفاعل. الفاعل بالنسبة لفعله على نوعين، إما أن يتصف بالفعل دون أن يكون هو من أوجده، وإما أن يكون الفعل واقعا منه. فالأول الفاعل بالنسبة إلى فعله على نوعين، فالنوع الأول وهو إسناد الفعل إلى الفاعل على جهة قيامه به، على جهة قيامه به. علم زيد، علم فعل وزيد فاعل، ومعنى علم زيد اتصف زيد بالعلم، هو لم يوجد شيئا. يعني عندما أقول علم زيد علم زيد، هل زيد أو هو الذي أوجد العلم؟ قبل أن يوجد العلم موجود، العلم موجود قبل أن يخلق، هو اتصف به فقط. مفهوم الكلام؟ قال فإن العلم قائم بزيد، أي أن زيدا متلبس به ولكن لم يهدسه. يعني هذا النحو نتعلمه، هذا علم، وقبل أن نولد موجود. كل ما نريد أن نتصف به، أن نتصف بمعرفته. وكذلك عندما أقول مات زيد، مات زيد فاعل في الإعراب، لكن هل هو الذي أوجد الموت؟ بل الموت وقع عليه. يعني كأن زيد مفعول به في المعنى وإن كان فاعلا في الإعراب. هكذا عندما أقول مرض زيد، هو لم يوجد شيئا، لم يفعل شيئا، بل فعل به، لكن في الإعراب نقول فاعل. والثاني وهو إسناد قيامه، وهو إسناد الفعل إلى الفاعل على جهة قيامه به، عفوا على جهة وقوعه منه، يعني هو الذي أوجده الفاعل الحقيقي، نحو قام زيد. فإن القيام وقع من زيد، أي أن الفعل إلى، أي أن زيدا أحدثه، هو الذي أوجده. مفهوم الكلام؟ ثم قلنا في التعريف الفاعل إما أن يسند إليه الفعل، وإما أن يسند إليه ما يشبه الفعل. ما هي الأشياء التي تشبه الفعل التي تسند إلى الفاعل؟ قال وشبه الفعل أربعة أشياء. شبه الفعل في هذا الباب، في هذا السياق، شبه الفعل في باب الفاعل أربعة أشياء. أولا اسم الفاعل، أولا إيه؟ ثانيا أمثلة المبالغة، أي صيغ المبالغة. يعني عندنا صيغ الفاعل في اللغة العربية يعبر عنه بصورتين، الصورة الأصلية وصورة التي تفيد المبالغة في معنى اسم الفاعل. أقول عالم، عالم يعني متصف بالعلم، اسم الفاعل. يمكن أن أحول هذا الاسم من هذه الصيغة، من هذه الصورة اللفظية، إلى صورة أخرى لإفادة المبالغة، فأقول بدلا من عالم علامة. عالم وعلامة بمعنى واحد، لكن علامة أبلغ من عالم. أو أقول علوم، علوم مثل غفور، يعني كثير العلم.
موجود في القرآن. عليم موجود في القرآن بكثرة. عليم بمعنى عالم، لكنه أكثر مبالغة وأقوى. وأقول أيضا معلام، معلام مثل معطاء، يعني كثير العلم أو كثير العطاء. أو أقول علم، علم مثل فرح، إنه لفرح فخور. إذن فاعل أحوله إلى واحد من خمس صيغ لمعنى المبالغة. هذه الخمسة هي فعال وفعول وفعيل ومفعال وفعل، خمسة. هذه الخمسة كلها تشبه الفعل في رفع الفاعل. عندك سؤال يا شيخ فاتح؟ والصفة المشبهة مثل حسن وعطشان وظمآن. واسم التفضيل مثل أفضل وأعلم وأكثر وأحسن. هذه أربعة أشياء تعمل عمل الفعل في باب الفاعل: اسم الفاعل وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل. هذه الأربعة كلها بمعنى اسم الفاعل، لكن مع فروق في المعنى. صيغ المبالغة تدل على المبالغة، والصفة المشبهة بمعنى اسم الفاعل لكنها تدل على الثبوت، على لزوم الصفة لمن اتصف بها. واسم التفضيل أيضا يدل على معنى اسم الفاعل، لكن مع الدلالة على أنه أكثر اتصافا بالمعنى من غيره. كلها تدور حول معنى اسم الفاعل. يعني الأول هو الأصل، والثلاثة الباقية متفرعة عن الأول. ما هو إيه؟ اسم المبالغة؟ يقال اسم المبالغة؟ هل سمعت اسم المبالغة؟ سمعت اسم المبالغة في نيجيريا؟ لا، نقول صيغ المبالغة أو أمثلة المبالغة، لكن لا نقول اسم المبالغة. ولا تقصد اسم التفضيل، عندنا اسم التفضيل لكن ليس عندنا اسم مبالغة. لا، هذا مصطلح للشيخ فاتح وحده، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. طيب، فمثال اسم الفاعل، فمثال اسم الفاعل مختلف ألوانه. في القرآن سورة النحل مختلف ألوانه، فاعل لمختلف، ومختلف اسم الفاعل يعمل عمل فعله. ولا يجوز أن تقول مختلف خبر مقدم وألوانه مبتدأ مؤخر لعدم التطابق. مختلف مفرد وألوانه جمع. إذن لابد أن تقول مختلف اسم فاعل يعمل عمل فعله وألوانه فاعل. ومثال ما يفيد المبالغة أضراب زيد، أضراب زيد. إعراب هذه الجملة إيه هي؟ ضراب وحده. نعم، أضراب زيد، الهمزة حرف استفهام، ضراب، ضراب صيغة مبالغة تعمل عمل الفعل. ضراب مبتدأ مرفوع، الهمزة همزة الاستفهام، ضراب مبتدأ مرفوع، وهو صيغة مبالغة تعمل عمل فعلها. طيب، زيد فاعل سد مسد الخبر، فاعل سد مسد الخبر. نعم، بمعنى قام مقام الخبر، قام الخبر يتم فائدة المبتدأ. هنا لم يأتي الخبر فجاء الفائد فتمت الفائدة. إذن فالفائل قام مقام، يعني أفاد فائدة الخبر.
ومثال الصفة المشبهة زيد حسن وجهه. زيد حسن، زيد مبتدأ، حسن خبر مبتدأ، وهو صفة مشبهة تعمل عمل فعلها. وجهه فاعل مرفوع، فاعل لحسن. ومثال اسم التفضيل ما رأيت رجلا أسرع إلى نفسه الخير منه إلى نفس علي. الله، هذه المسألة تسمى مسألة الكح. كح هذا المثال يرجع إلى مسألة تسمى بمسألة الكحل، وهي تحتاج إلى الكح حتى ترى جيدا. سنفصل الحديث عنها في شرح قطر الندى، هذا الكتاب إشارة خفيفة. طيب، نقرب الكلام، نقرب الجملة حتى يظهر وجه التمثيل. ما نافية، رأيت فعل وفاعل، رجلا مفعول به منصوب، أسرع اسم تفضيل، أسرع نعت لرجل وهو اسم تفضيل يعمل عمل فعله. أسرع هنا اسم وليس فعلا، اسم تفضيل مأخوذ من السرعة. إلى نفسه جار ومجرور متعلق باسم التفضيل. الخير فاعل مرفوع، فاعل مرفوع، فاعل لإيه؟ لأسرع، وهو وجه التمثيل. ومثال الاسم الصريح الواقع فاعلا جميع ما ذكرنا من الأمثلة، كل الأمثلة المذكورة الفاعل فيها اسم صريح. ومثال الاسم المؤول أولم يكفهم أنا أنزلنا. الهمزة همزة الاستفهام، والواو على حسب ما قبلها، لم حرف نفي وجزم وقلب، يكفي مضارع مجزوم بلم، وعلامة الجزم حذف حرف الإلا، أصله يكفي. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. أنا أنزلنا، أنا واسمها وخبرها، أنا واسمها وإيه؟ أصله أننا، أنا نا اسم أن، أنزلنا جملة فعلية خبر أن. إذن أن وما دخلت عليه مصدر مؤول في محل الرفع فاعل. تقدير الكلام أولم يكفهم إنزالنا، أولم يكفهم إنزالنا أي إنزالنا، فأن والفعل في تعويل مصدر يقع فاعلا. والاسم المؤول بالصريح الذي يقع فاعلا عبارة عن ثلاثة أشياء. المصدر المؤول الذي يقع فاعلا عبارة عن كم؟ هذا أحدها، يعني أن وما دخلت عليه. وعفوا، هنا أيضا فيه خطأ مطبعي، أولم يكفهم أن أنزلنا أي إنزالنا، فأن والفعل، الصواب فأن وما دخلت عليه، أن وما دخلت عليه أي من الاسم والخبر. اكتبوا الصواب أن يقال أن وما دخلت عليه في تعويل مصدر يقع فاعلا. المصدر المؤول الذي يقع فاعلا عبارة عن ثلاثة أشياء. هذه الجملة ليست موجودة؟ طيب الثاني من المصدر المؤول
الثاني من إيه؟ من المصدر المؤول. أن الناصبة للمضارع وما دخلت عليه. أن الناصبة للمضارع وإيه؟ وما دخلت عليه. هذا هو الثاني. هنا أن واسمها وخبرها. الثاني أن الناصبة للمضارع وما دخلت عليه. كقوله تعالى: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أن تخشع، ألم على الهمزة حرف استفهام، لم حرف نفي وجزم وقلب، يعني مضارع مجزوم بلم بمعنى يهين. أنا يعني بمعنى هان يهين، يعني مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم حذف حرف الإلا. للذين آمن أن تخشع قلوبهم، أن وما دخلت عليه مصدر معول في محل الرفع فاعل. تقدير الكلام: ألم يعني للذين آمنوا خشوع قلوبهم؟ ألم يعني للذين آمنوا خشوع قلوبهم؟ الثالث الأخير: ما المصدرية وما دخلت عليه؟ ما المصدرية وما دخلت عليه؟ كأن أقول: يعجبني ما فعلت. يعجبني ما فعلت، ما وما دخلت عليه مصدر معول في محل الرفع فاعل. تقدير الكلام: يعجبني فعلك. تقدير الكلام إيه؟ يعجبني فعلك. هذا المصدر المؤول الذي يقع فاعلا متمثل في ثلاثة أشياء. ثم الفاعل ينقسم قسمين. قال: والفاعل على قسمين: ظاهر ومضمر. إما أن يكون اسما ظاهرا وإما أن يكون. فالظاهر أقسام ثمانية. الاسم الظاهر له ثمانية أقسام. الأول: الاسم المفرد المقابل للتثنية. الاسم المفرد المقابل للتثنية والجمع، يعني المفرد بمعنى ما ليس مسنا ولا جمعا. نحو: جاء زيد، فجاء فعل ماض وزيد فاعل. ثانيا: مثنى المذكر. مثنى المذكر. نحو: جاء الزيدان، فالزيدان فاعل بجاء مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ثالثا: جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم. نحو: جاء الزيدون، فالزيدون فاعل بجاء مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. الرابع: جمع التكسير للمذكر. نحو: جاء الرجال، فالرجال جمع رجل وهو فاعل بجاء وهو مرفوع بالضمة الظاهرة. الخامس: المفرد المؤنث. نحو: جاءت هند، فهند فاعل بجاء وهو مؤنث لدخول التاء في الفعل وهو مرفوع بالضمة الظاهرة. السادس: مثنى المؤنث. نحو: جاءت الهندان، فالهندان مثنى مؤنث، فالهندان مثنى مؤنث لدخول التاء في الفعل وهو فاعل بجاء وهو مرفوع بالألف نيابة عن الضمة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. السابع: جمع المؤنث السالم من التغير.
نهو جاءت الهندات، الهندات فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة. رابعا جمع التكسير للمؤنث، ثامنا عفوا جمع التكسير للمؤنث نهو جاءت الهنود، هنود جمع هند. فكل من الهندات في النوع السابع والهنود في جمع في النوع الثامن جمع هند، والأول جمع مؤنث سالم والثاني جمع تكسير، وكل منهما فاعل بجاء وكل منهما مرفوع بالضمة الظاهرة. هل فهمتم؟ والقسم الثاني من قسمي الفاعل الضمير. الفاعل إما اسم ظاهر كما سبق في الأنواع الثمانية، وإما ضمير. ما هو الضمير؟ الضمير هو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. مثال ما يدل على المتكلم أنا، ومثال ما يدل على المخاطب أنت، ومثال ما يدل على الغائب هو. وهو 12 نوعا، وهو إيه؟ 12 نوعا. اثنان للمتكلم، ومثالهما أكرمت وأكرمنا، وخمسة للمخاطب، يعني أكرمت، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل الرفع فاعل، أكرمنا نا ضمير مبني على السكون أيضا في محل الرفع فاعل، وخمسة للمخاطب، وأمثلتها أكرمت بفتح التاء للمذكر المفرد، أكرمت بكسرها للمؤنثة، أكرمتما للمثنى مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا، أكرمتم لجمع الذكور، أكرمتن لجمع الإناث، والتاء في الجميع هي الفاعل، وهي اسم مبني محله رفع لا يظهر فيه إعراب، والحروف اللاحقة لها لا مدخل لها في الفاعلية، وخمسة للغائب، وأمثلتها أكرم في نحو قولك علي أكرم ضيفانه، ضيفان جمع ضيف، ففي أكرم ضمير مستتر تقديره هو، وأكرمت بسكون التاء في نحو قولك هند أكرمت جاراتها، ففي أكرم الضمير مستتر تقديره هي، وأكرما وأكرموا وأكرمنا، فالألف والواو والنون هي الفاعل ومحلها رفع لا يظهر فيه إعراب. وبهذا ينتهي باب الفاعل. هل فهمتم شيئا؟ طيب من له سؤال في باب الفاعل فليسأل. طبعا الاسم الواحد قد يكون له خمسة جموع، خمس سياق في جمعه. ضيف يجوز أن نقول ضيوف، ويجوز أن نقول أضياف، ويجوز أن نقول ضيفان، كلها جموع لضيف، وقد تجد زيادة على ذلك. المضمر والضمير بمعنى واحد، المضمر والضمير بمعنى واحد. اسألوا قبل أن تسألوا. طيب أسئلة على باب الفاعل. في نهاية القطعة أعرب الأمثلة الآتية، أعرب الأمثلة. أولا أينعت الحديقة، أينعت بمعنى أثمرت ثمارا يانعة. ثانيا أمسافر أخوك،
ثالثا ما كسل أخوك. رابعا أشديد عندكم الشتاء. خامسا الحقل مورقة أشجاره. أخي نزيف ثوبه. محمد أنين صاحبه. الفلاح جوال كلبه. إذا اختصم اللصان ظهر المسروق. إن اجتهدتما فزتما. نريد إعراب كل جملة من هذه الجمل. أها. الجملة الأولى أين أتي الحديقة؟ من يستطيع أن يعربها؟ لا إله إلا الله. حرام عليك. مبتدأ وخبر كده. ما معنى أين أتي الحديقة؟ أين المبتدأ وأين الخبر؟ الحديقة مبتدأ. أه. وأين أت؟ هو الخبر؟ يعني عندما تريد أن تخيط صوبا هل تعمله هكذا دون تفكير؟ ولا تفكر وتنظر وتزن وتقيس ثم تقوم بالعمل؟ طيب هنا أولى بالتفكير من ذاك. أولا ما معنى أين أت وما معنى الحديقة؟ أفكر في المعنى أولا ثم آتي بالإعراب الصحيح. فعل ماضي. نعم. مبني. أين السكون؟ على الفتح. على الفتح. والتاء التأنيث. أها. جميل. الحديقة فاعل مرفوع يا رجل. يعني مبتدأ وخبر يتكون من فعل وفاعل ولا يتكون من اسمين؟ الجملة الثانية أمسافر أخوك. من يعرب؟ تفضل. أحسنت. مسافر. فاعل بلا فعل. مسافر. اسم الفاعل. اسمه ايه؟ اسم الفعل. اسم الفعل. مسافر مبتدأ مرفوع وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله. أها. أخوك خبر مبتدأ. يا رجل نقول اسم فاعل يعمل عمل فعله. أخوك فاعل سد مسد الخبر. ركز ركز وفكر. مسافر مبتدأ وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله. طيب أخوك فاعل سد مسد الخبر. الجملة الثالثة ما كسل أخوك. كسل أخوك ما نافية. نعم. أحسنت. وهو صفة مشبهة تعمل عمل الفعل. أها. أخوك اسم الفاعل. يعني اسم هناك فرق بين اسم الفاعل والفاعل. فاعل سد ما سد الخبر. أشديد عندكم الشتاء. أها. أشديد عندكم الشتاء. الهمزة همزة الاستفهام. شديد مبتدأ مرفوع وهو صفة مشبهة تعمل عمل الفعل. عندكم
ظرف ومضاف إليه. ظرف ومضاف إليه. أها. الشتاء. خبر. الشتاء. أنت أعربت أمسافر أخوك قبل قليل. نفس الإعراب. الشتاء فاعل سد مسد الخبر. فاعل سد مسد الخبر. الحقل مورقة أشجاره. أها. الحقل مبتدأ مرفوع. مورقة خبر المبتدأ مرفوع. وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله. أشجاره فاعل مورقة. قلنا هو خبر المبتدأ وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله. أشجاره فاعل مرفوع. أخي نظيف ثوبه. أخي مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. نظيف خبر مبتدأ مرفوع وهو صفة مشبهة تعمل عمل الفعل. ثوبه فاعل مرفوع. محمد أمين صاحبه. محمد مبتدأ مرفوع. أمين خبر مبتدأ مرفوع وهو صفة مشبهة تعمل عمل الفعل. صاحبه فاعل مرفوع. الفلاح جوال كلبه. الفلاح مبتدأ مرفوع. جوال خبر مبتدأ مرفوع وهو صيغة مبالغة تعمل عمل الفعل. كلبه فاعل مرفوع. إذا اختصم اللصان ظهر المسروق. إذا أداة شرط غير جازم. اختصم فعل الماضي المبني على الفتح وهو فعل الشرط. اللصان فاعل مرفوع. ظهر فعل الماضي مبني على الفتح وهو جواب الشرط. المسروق فاعل مرفوع. اللصان أه. تعرف معناه مثنى اللص. اللص بمعنى السارق أو قاطع طريق. اللصان فاعل مرفوع. فاعل اختصم مرفوع وعلامة الرفع الألف لأنه مثنى. إن اجتهدتما فزتما. إن حرف شرط مبني على السكون. اجتهد فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة في محل الجزم بإن. تما ضمير مبني على السكون في محل الرفع فاعل. فزتما فوز فعل ماض مبني على السكون وهو جواب الشرط. طيب تما ضمير مبني على السكون في محل الرفع فاعل. وهذا آخر درس اليوم. الدرس القادم نتناول نائب الفاعل إن شاء الله.